السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كيما البالا جو جونس ما تكفيهمش. ها عندك شويه اللي حكيت المياه كم حبه البالا ياك ثلاثه البالا صافي. يلا اكتيفي اكتيفيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخوت، بخير عليكم؟ كل شيء مزيان، الأحوال ما كاين ما يشوش، الله يحفظكم إن شاء الله. اليوم الخميس ياك إن شاء الله الخوت اليوم إن شاء الله الخميس، ما بغيناش نقطعوا كيف قلنا البارحة. بالنسبة لطلقة الخوت ديال البارحة هذا مورغوت، مورغوت راه مزيان الشنيبرات، يعني هذا كيقصح الكرش إلا كان شي حاجة، غير حنا كنقولوا مالينين لك إلا الا كانت شي حاجه. هذا كيقصح الكرش مزيان، ونيت الخوت ما غاديش يمكن لنا. هذا راه فيه شحال لاضات 2025 شهر 3 2025 اللي فيه، يعني كيف قلنا كاع هاد لي برودوي اللي عندنا هنا ضروري خصنا نستعملهم ما نضيعوهمش وما غاديش نلوحوهم ان شاء الله. اللي غادي تخدم البروديكسيون غادي نخدموا بحال داك كا بلس كا، غادي نبغى نخدموا البروديكسيون داك الرودوسو نخدموا البروديكسيون. شنو هذا البيت عام ما بقاش فيه بزاف هذاك، يعني غادي نخدموا شويه بشويه الخوت. وبالنسبه للطلقه ديال البارحه الخوت ماشي سباق، الطلقه اللي طلقنا الزغالي البارح الحمد لله كان واحد اللي في الحساب، كنا طلقنا 18 الود اللي طلقنا اللهم بارك، طلقنا الخوت 18 الود وكان ولد واحد اللي طار لينا وطار لينا مده طويله تل العشية فاش كنحسبهم كنلقاهم 18 ولله الحمد، يعني الحمد لله كيف ما كان الحال ما ضاع لينا حتى ولد البارح. دابا ان شاء الله غادي نطلقوهم عاوتاني باذن الله من بعد ما غادي ياكلوا الخوت. هادشي راه غير هاد لي برودوي هادو غير مكملات غذائيه، دابا ما كيتسماش دواء كيف قلنا اللي يكون في علم الاخوان. دابا راه الاغلبيه عارفين الخوت شنو كاين، وانما كاينين الموالع الصعداء يعني اللي باقيين عاد صاعدين ما كيفرقوش ما بين الدواء وما بين المكمل، راه كاينين الخوت كيف قلنا ما كيفرقوش. وحنا هذا غير من باب اللباقه ولا الله اعلم شنو كيسميوها، اللي الا شفنا هذا البرودوي مناش مكونها هو من القرفه ومن الثومه ومن سكنجبير، ها هما ثلاثه الحوايج والفاخر ثلاثه الحوايج مناش مكون هذا. وبالنسبه لهذا المرقوط ها مناش مكون الله اعلم الله اعلم، من الصابون البلدي وشي لعيبه ما عرفت اخوت، ما نكذبش عليكم ما عرفش من الناس مكون مورغوت، يعني كيقولوا كلهم انهم طبيعيين، يعني ماشي شي حاجه اللي هي مضادات حيويه او لا شي حاجه مصنوعه من مواد كيميائيه يعني كتكون خطيره، اللي كتكون خطيره على الكبده هادو راه ما خطيرينش الخوت على الكبده. هذا ما كان حنا الخوت بالنسبه للميه ديال البروديكسيون راه هي عطيتهم كياكلوا، راه هي فيها واحد اللعيبه واحد الفيتامين باش نساليو داك لي برودوي كاملين باش نعاودو ندبرو على برودويات اخرين ديال العام الجاي. وهذا راه غادي نعطيو للحميمات ديال البروديكسيون، وان شاء الله كنقول الخوت غادي نطلقو الحمام ديال الكورس، وان شاء الله كيف كنقولو غادي نطلقوهم يطيروا باذن الله ضروري الخوت الحميمات غادي يطيروا ان شاء الله. اليوم راه الجو مشمس كيف قلنا، اليوم الخوت راه الجو مشمش ولله الحمد، الماكله راه ولات زويونه. حنا غادي نقدموا لهم الاكل، غادي نعزلوا الذكور والاناث بوحدهم كيف العاده، لان البارحه الخوت كيف قلنا لان البارح بالنسبه لدوك الذكور ما خلطناهم، طلقنا الذكور والاناث مخلطين، راه شطبت الخوت الكولوار باقا فيه الغبره ماشي مشكله، شويه شي شويه ديال الغبره اللي كاينه ما كاينش الاشكال. حنا غادي نحسبوا الحميمات ديالنا ان شاء الله، وغادي نطلقوا الذكور بوحدهم والاناث بوحدهم باذن الله. انا باقين بعض الذكور كيف قلنا الخوت باقين بعض الذكور هنايا داخلين لينا هنا عند الاناث، غادي نعزلهم انا معكم. وكيف العاده الله يرحم الوالدين زعما شفتو كيهيج حيت عارفو يطلع ذكر شي شي، راه وراه وراه صوري راه في القنت لتحت شتي راهو في القنت راهو مخبي لك مخبي لك شتي.
هذاك راه ولد الهولندي حيت طالع بحالو بحال بوه، طالع بحال بوه عليه عزلتو. ما علينا، غادي نحسبوا لي ما فيهمش طقطقات باش ما تقولبوش، باش نعرفوا الباك واش مشات لنا شي حمامه ولا لا. سير سمع سمع طيحه صاحبي انت. بسم الله واحد الله لا شريك له، ها ثلاثه ها اربعه، هما هنا اربعه ما كفيهمش طقطقات ياكي، اربعه واحد الله لا شريك له، ها ثلاثه ها اربعه، هنا اربعه خصنا نحسبوا 11 اللي ما فيهمش طقطقات، هنا اربعه ياكي عقلي على اربعه. بسم الله، هنا هو واحد الله، واحد الله لا شريك له، ثلاثة ها أربعة، هما أربعة لتحت بلاتي، أربعة 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 أربعة، ها خمسة، ها ستة، ها سبعة، سبعة صافي، سبعة سبعة هي 11 صافي مزيان، يعني هذوك ما فيهم ما مشاو منهم حتى شي حاجة، صافي لا ما مشات لنا حتى حاجه البارح، البارح حسبناهم. يلا بسم الله على بركه الله. بنتي بنتي فيقي، بغيت نقول لك فيقي، وقفي وقفي واكتيفي باش نخرجوا هادو ياكلوا بعدا هما الاولين. بسم الله الخوت على بركه الله، غادي نخرجوا دابا الزغاليل والاناث ان شاء الله باش ياكلوا. بسم الله على بركة الله، يضربوا الخوت شويه مونغوط وإيمن بوستر بما ياكلوا. هانتوما القضيه قلالت حيت عزلنا الخوت الذكور، عزلناهم هنايا ومازال كاينين شي ذكور هنا غادي يتعزلوا، بانوا لي انا شي ذكور، غادي نخليهم الخوت ياكلوا في خاطرهم باذن الله، ومازال تادو غادي ياكلوا، غادي نطلقوا الحميمات اليوم ان شاء الله يطيروا باذن الله. كيف قلنا من بعد ما غادي ياكلوا هادو غادي نطلقوا الاخرين ياكلوا. اجيو معنا دابا الحميمات هما كياكلوا شميشة الخوت من ناحية البزق اللي كاين في الأرضية، راه البزق الخوت صحي، يعني راه ضاربة فيه الشمس، ما فيه لا ميكروبات لا والو، الحمد لله أن الشمس كتدخل لنا من فوق، هذا من فضل ربي. من ناحية الميكروبات الخوت راه إن شاء الله ما كاين لا ميكروبات لا والو، تخاف غير من ديك الرطوبة الخوت اللي كتلقى البزق فازق، وكتلقاه مثلا غامل، وداك البزق اللي ما اللي كتلقاه في الظل، البزق اللي تيكون كابر في الظل هذاك هو اللي كتخافي منه، علاش؟ لان كتكون فيه البكتيريا الرطوبه. اما بالنسبه للشميشه بحال قديه القديده الخوت، الحيمه ملي كندير لها شويه الملحه وكنديروها في الشمس، راه كان في ايام زمان كانوا الناس كتفرجوا في ديك ناسيونال جيوغرافيك فاش كانوا عايشين شحال هادي، ماشي نقولوا العصر الحجري وانما واحد العصر قديم، كانوا كيجدوا الحوت خبط كانوا كيجدوا الحوت الخوت وكيكرموه، فاش كيصيدوا الحوت يعني كيصيدوا واحد الكميه مثلا كبيره، اولا كيجدوا شي حوته كبيره ما يمكنلهمش ياكلوها كامله في نهار، ولا ياكلوا شويه ويلوحوا الاخر، كيجدوا كيكرموها في الشمس. هذه راه شتا الخوت واحد الوثائقي، واحد واحد البرنامج وثائقي كيكرموا اللحم وكيكرموا الحوت، ومن بعد وقت ما بغاو ياكلوا راه كياكلوا، يعني الشمس راه صحيه سبحان الله العظيم، الله عز وجل كل حاجه عطي فيها الحكمه والحمد لله. دابا الخوت اجيو نشربوا الحميمات ديال البروديكسيون بعد ما وكلناهم باش نعطيهم يشربوا ان شاء الله، واجيو معنا اجيو معنا الله يرحم الوالدين. وضروري كيف قلنا الخوت ان شاء الله باذن الله غادي نديروا زياره لبعض الابطال ديال الجمعيه السلويه ان شاء الله، غادي نديروا شي زياره ان شاء الله الابطال ديال الجمعيه السلويه. زيد يا بنيتي زيد زيدي تفضلي. الحميمات الخوت راه كلاو ولله الحمد، كلاو بعدا قبل ما الخوت ما نعطيهم يشربوا، كاين بعض الزواج اللي غادي نحلوا ليهم هنا يدخلوا الكره ديالهم. خليكم معايا الخوت الله يرحم الوالدين، نجمعوا غير شي زواج ندخلهم الكره ديالهم. وانا نبداو الخوت في تشريب الحمام، وكيف قلنا الخوت راه الحمام انا عندي داك الجرج كيدخل عندي بزاف، ما كنحاول ما امكن ما نخليش ليهم الماء، الحمام تيشرب كنحيد ليه الشرابات الخوت كنحيدهم ليه، لان كيدخل عندي الجرج بزاف، والجرج معروف الخوت حامل البكتيريا ولا الله اعلم. الجرج الخوت راكم عارفينه، يعني راه الجرج راه ما ساهلش كما نقول، الجرج الخوت راه ما ساهلش، راه صعيب الجرج وصعيب بزاف. كنحاولوا نشربوا بعدا هادو، هادو راه تبارك الله عندهم الاولاد والاطفال. هادو راه نتوما ديال الحاج النعمان راه قربات، راه بانت ليا بدات كتعمر الخوت من داك الذكر، يعني راه غادا تبيض ان شاء الله على ما يبدي لي بالله اعلم، راها قريبه باذن الله. هانا الخوت نشربوا بعدا الحميمات كيف قلنا،
ويكون خير. هذيك باغا تشرب حتى هي. الرحمن. هي جاوا غادي ندخلو دابا عند الدكوره. اول خوت شدينا واحد الدكار كيهيج كيهيج مزيان، ولاني نشكيت فيه هذا يمكن ديجا كان عند الدكوره في طرطقه موفيه. هذا شكيت فيه انا ديجا كان عند الدكوره. اشوفوا السيري ديالو. ها 20 الخوت 20، هذا ديجا هذا هو اللي كيخرج ليا رقم 20، هذا معروف. هذا راه ديجا هضرت عليه، هذا رقم 20، هذا بقى داخل ليا عند النتيوات راه تيهيج تبارك الله. ندخلو هنايا دابا، عقلي علق عقلي معايا غير على الحساب. نمشيو نكملو الخوت الشراب ديال هذا. عيط لي واحد الولد، تحيه ليه، واحد الوليد قال لي الشوكيه، قال لي الشوكيه ديال، قال لي راها مرسيه، قال لي في كازا في كازا، قال ولاد حدو، قال لي في شي عروبيه عند شي وحدين، قال لك في شي عروبيه، قال لك ها جالسه معاهم مع الحمام في العروبيه، قال لكم راه ما معاش نحاسي، قال لي خلوي، قال لي تراومات مع نحاسي خلوي وجالسه كطير تماك. قلت له خليها طير دبر راسها. نكملوا الخوت شرب ديال الحمام وانا معكم الله يرحمكم الوالدين. غادي نقادو شي عشا الخوت لشي جواج، هذوك اللي كانوا بيضوا لنا البيضه الاولى، ودابا غادي اجي بنيتاج ودابا غادي يبيضوا البيضه الثانيه ان شاء الله، وغادي نحطوا لهم دابا البيضه ديالهم. حيد الله ينعل باباك، شو ولد الحرام ضربني في عيني، ضربني في عيني. كيف قلنا الخوت غادي نحطوا لهم دابا ان شاء الله، نشوفوا نتوما دابا ان شاء الله غادي تبيض البيضه الثانيه. هذه هذه نتوت البلجيكي، هذه حتى الغدا حيدنا لها البيضه البارح. شي شي شوفي جري هذوك الجوج، جري هذوك الجوج كيدابزوا. خرجي بلاتي بلاتي، خرجي الدفلي محروق. ها بشويه انت ضربتي به. كيف قلنا هذه خوت حتى الغدا عاد غادي تبيض هذه الانثى ان شاء الله. حنا غادي نديروا لها العش ديالها باش يلاه توجدوا غدا ان شاء الله. غادي عاد نحطوا لها البيضه ديالي، لان بيضات البيضه الاولى البارح العشيش ديالها هنا غادي يكون. غنوريكم الطويجين الخوت، ها انتوما هنا وهي مازال راه كيقادو سبحان الله العظيم، هما راه كيقادو العشيش ديالهم هو هذا. البلجيكي تعجب، حيد حيد حيد، انا عفط عليك، حيد 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 هاكا ان شاء الله غادي يقادوه. وبقى لي جوج لهي حتى ينقاد ليه العش ديالها ان شاء الله. كاين لهي وحتى الغدا عاد غادي نحط لهم البيض ديالهم باذن الله. هذا ما كان بسم الله. كاين هاد الجوج الخوت حتى هي ان شاء الله، حتى هادي راه بحالها كتشبع. امشي امشي وغا بشويه الذكر مفزفز الخوت. هاد انتي وتا هي تبارك الله تقريبا كتشبه ديك الانثى الاخرى. هي هادي عوينه عندها زرقاء، هادي نتوا ممتازه. غدا ان شاء الله عاد تبيض البيضه الثانيه باذن الله. قدوا لهم تا هما شي شويه ديال العش، ندير لهم غا واحد شي شويه هما راه غادي يقادوه. الذكر عندي مفزفز الخوت، الذكر غنولعكم فيه. الذكر ما كيحملش راسو يتشد، ما عرفتش علاش، خواف خواف الذكر بزاف. الذكر هو هذا، هيا فيه دبانه، دبانه دابا الخوت الصيف، هذا هو الذكر. ها انت هي الدبانه، هي هاهي شديتها، هاهي شديت الخوت الدبانه. دابا كيف قلنا الخوت هذا الصيف الحراره هاهي، يعني الدبان لا باقي عاد نعدم هذا هاهي. كيف قلنا الذكر هو هذا، دابا نخليهم هنا ان شاء الله. يلا والله المستعان، دابا نمشيو نتلعو عاوتاني في الزغاليل ديالنا، نطلقوهم ونشوفو ردة الفعل ديالهم بإذن الله. شوفوهم كي غادي يطيرو، واش غيطيرو ما غيطيروش، لأنهم خاصنا خاصنا كيف كنقولو الخوت خاصنا نطلقوهم. بالنسبة لهاد الوليد الخوت راه كنت غندبحو ما نكذبش عليكم، بقى فيا ولصقني عليه واحد السيد من تمارة، راه درت معاه يجي لا جالي راه غادي نعطيه ليه، ما جاش ليه راه غادي نحيدو باش ما كان، ما غاديش نخلي عندي. انا كنقولو ما نخليش عندي المرض، وانما راه برا هويا، هو راه برا
وني ماشي برا انا راه باقين في العصر واحد شويه الخوت راه باقين في العصر هذا ما كان يعني البزقه ديالو راه مجموعه كيبان عادي الحمد لله. يلا تفضلي بنيتي اللي ديالنا اللي مع الاناث كيف قلنا الزغالي اللي مع الاناث وحتى الاناث الكبار الخوت راه مخرجينهم حتى الاناث ومعاهم حتى هذيك اللي مضروبه بالمقص اللي جاتني مؤخرا مضروبه بالمقص حتى هي كاينه معاهم ان شاء الله. نتمنوا ان الحميمات ما يطيروش بالاخص دوك الزغالي الصغار. انا الخوت واحد فيهم هو الحمد لله ما فوق الحيط ما فوق الحيط الخوت الحمد لله. راه ما كاينين ماما في الارض ما في الارض اللي ما فيهمش طرطقه شتيهم شتيهم طلعوا للفوق. انا الخوت الحميمه ما كيتشمشوا ولله الحمد. راه شي وحدين الخوت علاو عندك 3 و3 6 9 10 الحمامات هما علاو تبارك الله. هادو الزغالي ديالنا الصغار ما الخوت ما كيطلعوا اللي قلنا بقاو 4 اللي بقاو هادوك اصلا كلهم الخوت طالعين الفوق اصلا كيف قلنا كلهم طالعين الفوق وكيف كنتمناو نتمناو ما تضيع لنا حتى حبه لحد الساعه الخوت صفر ضياع لحد الان الحمد لله والشكر لله وهذا من فضل ربي لولا فضل الله عز وجل الخوت لولا فضل الله عز وجل ولولا حب الله عز وجل العباد ديالو والحمد لله كيف ما كان الحال كره ضاعوا لنا الولاد وليني الحمد لله دابا عام الوليدات كيطيروا شي حاجه خلعتهم تماما شي حاجه خلعتهم الخوت بالفرنسيه جيستومون شي حاجه خلعت الحميمات ها ماما عاود تخلعوا يا رب يا رب يا لطيف يا لطيف يا رحمن ويا رحيم يا لطيف ويا لطيف يا رحمن يا رحيم بسم الله بسم الله على بركة الله. راه ما طاروا الخوت واحد الربعة بانوا لي الله أعلم ستة ماشي ربعة ستة دابا اللي تخلعوا راه طاروا ستة. نتمنى ما يكون معاهم حتى شي واحد صغيور من هذوك اللي ما فيهمش طرطاقات لان اللي ما فيهمش طرطاقات تخاف عليهم الخوت نخافوا عليهم والله اعلم نخافوا عليهم الحمد لله. دابا الخوت غادي نوكلوا الذكور ان شاء الله لا تقطعوا ولا تصدقوا. انتي وات الخوت الاولين اللي طاروا هما هادو هادو نتيوات الكبار يمكن معاهم بعض الزغاليل وانما دوك الزغاليل هادي البدعيه يا هبطات البدعيه الله بيضات البيضه الثانيه ديالها وليني البيض خاوي. ماما الحميمه هما جايين هادو هما جايين بالنسبه لدوك الزغاليل الصغار باقي ما طار حتى واحد فيهم الحمد لله. يلا خليكم معنا الخوت الله يرحم لكم الوالدين. معاهم دفلي بنيتي معاهم دفلي محروق الخوت معاهم واحد دفلي محروق معاهم دفلي محروق يعني دفلي محروق ديالي من هادوك الشنابير اللي فيهم طرطاقات الخوت ماشي الشنابير هادو اللي فيهم طرطاقات. بغينا نطلقوا حتى الذكور لان ما بغيتش نخلط الذكور عاوتاني مع الاناث باش ما يوقعش لنا شي تسنج عضلي. انا الخوت الحمد لله ما شو الحمد لله الحمد لله. هادو نطيروا الخوت هاد الزغاليل هادو اللي لتحت نطلعوهم يطلعوا للفوق ان شاء الله باش يشوفوا غير خوتهم كي كيديروا باش يعرفوا بان راهم تابعاهم الطيران. هادو خصني نطلعهم للفوق يلا طلعوا للفوق طلعوا طلعوا انتيا انتي لا طلعوا للفوق هاكاك زيد طلعوا للفوق طلعوا للفوق طلعوا للفوق طلعوا للفوق طلعوا للفوق طلعوا للفوق هاكاك طلعوا للفوق طلعوا طلعوا للفوق طلعوا للفوق يلا هاكاك 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 ما تخافش هاكاك مزيان مزيان طلعوا للفوق هاكاك هاكاك مزيان 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 هاكاك طلع 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 قد طلع قاد قاد هذا يمكن ما عمره طلع والله اعلم. لا لا البارح طلعوا كاملين الخوت البارح طلعوا كاملين بقى واحد هاكاك طلع الفوق صافي مزيان دابا مزيان هاكاك دابا ما طلعوا كاملين الخوت الفوق باش يشوفوا شنو واقع الفوق في السماء. واحد هبط لينا كيف قلنا الخوت غير باش يعرفوا شنو واقع في السماء ويعرفوا بان تابعهم الطيران
تابعهم التحركات الجويه شوشو هذه المقزبه بغات تطلع الخوت هي طلعت المقزبه هي طلعت الحمد لله اللي كان جاتنا مقصه هي طلعت ونتمنوا الشوكيه تجي وكنا يكون هذاك الولد اللي عيط لينا دابا ما يكونش معيط عن فراغ كيف قلنا يا شوف شوفين هبط شوفين هبط الزغلول فين اين يهبط واحد البدعيه معليه غنمشي الخوت نجري عليه عندك يمشي راه كاين بعض الخطات كنجريو على الحمامه بحال هكا كنمشي ولينا هو كيشوف الفوق ها هو طلع ها هو طلع بان ليا في شكل الخوت هذا الطيران ديالو بان ليا في شكل هذا يقدر يطيح للزنقة هذا هذا يقدر يطيح للزنقة والله تي يقدر يطيح للزنقة باقي في بلاصتو هادي ولا هي ها هو شتو خصنا نجيبوه لهنا ها هو طلع صافي انا الخوت واحد زومي زومي اذكر زومي ها واحد الذكيره الخوت ديال النفيخ هذا ديال ولد اختي عاد تقداه هذا والله اعلم عاد تقداه والله اعلم ديال النفيخ هذا بسم الله على بركه الله الحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله الوليدات كلهم الخوت دابا طالعين الفوق دابا كيبقى لهم غير العقل ديالهم ويخدم وصافي هذا ما كان دابا نطلقوا الخوت ان شاء الله الذكور او واحد طار واحد من هذوك اللي ما فيش طقطقه الخوت الطوبي رجع ها فرجع صافي مزيان اجي لعندي بنيتي اجي خوت بالنسبه للذكور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم كيف قلنا الخوت الحمد لله والشكر لله ديما ذكر الله الخوت شوف اذكر الله كثيرا ديما ذكر الله الخوت راه مزيان ذكر الله عز وجل اي حاجه فيها اسم الله راه مزيانه الخوت اي حاجه فيها اسم الله راه مزيانه والحمد لله راه الرسول كان كيوصينا باش نذكروا الله عز وجل ونصليو عليه صلى الله عليه وسلم والله عز وجل كيوصينا حتى هو بذكر اسمه ونصليو على الرسول صلى الله عليه وسلم لانه هو الشفيع ديالنا يوم القيامه هذا ما كان انا الخوت الزغلي الاخرين هما كيتزغلوا ان شاء الله او كيهبطوا شي بعضين راه بانوا لي كيهبطوا هبط معاهم واحد الخوت هو شنبور ماشي ديالي ها هو شنبور ماشي ديالي ها هو شتو هذا ماشي ديالي الخوت راه هو انا نزوميه لكم ها هو شنبور ماشي ديالي خلوي كيبان لي خلوي هو هذا هو هذا هو بحال الشوكي ها هو هذا ماشي ديالي الخوت ها هو ولينا بان لي غازق طير الله اعلم ها هو بغى يطير اشنابر اشنابر كيطير وذكر هذا غادي يبلبلني هاد الزمامير هاد الزمر هذا غادي يبلبلني تيبدا يخلع عليا الحمام هذا كيف قلنا الخوت هاد الزغلول هذا ماشي ديالي انا قلت خلوي والله اعلم انا قلت خلوي والله اعلم لان بعدا اول حاجه ما فيش الباك كيف قلنا اول حاجه ما فيش الباك شوف الذكر هذا هو تلاقى مع نتو حتى هو هذيك بقى زغلوله نتمنوا الخير هذا ما كان بسم الله هذا اللي كيخرج لينا الخوتة ومن سبوتنيك حميمه تما كيفرفروا لله الحمد لله ناشطين ناشطين الحمد لله ناشطين ها الحمد لله ناشطين ولله الحمد الحمام راه خايفين بان لي الحمام اذكر الله اذكر الله هو اللي خلعهم ملي كيتمجي اذكر الله الحمام كيخاف الخوت هذا شتو هذا ما بغاش ياكل باغي غير يخرج وانما ما غاديش يخرج حتى ندخلوا الخوت هاد الزغاليل هما راه مهابطين كيتساراو لنا في السطح الحمد لله راه لومبيونس هادي هي لومبيونس يعني الثقه في النفس تي الشنبوك تيكون واخد راحته يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين ونتمنوا الخير هانتوما شوف شوف ها واحد هو طار ها هو هبط دابا الحميمات كيطيروا يضربوا دور هذاك البدعي اللي طار
كيف قلنا الخوت الحميمات كيضربوا دورات وكيهبطوا بوحدهم ولله الحمد، يعني راه الامور طيبه لحد الساعه. شو الاخر الخوت كيتقاتل هذا باش يخرج، كان مولف تيخرج ليا من سبوتنيك ها هو، وردوا لي البال، ردوا لي البال، هو يطير هو يطير هو طار ها هو. شو هو هذا عند فلي محروق؟ شو 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 كي كيدير؟ شوف شوف باغي يخرج وربي كبير، الماكله ما سوقش ليها. كيف قلنا الخوت الماكله كاع ما سوق ليها وباغي يخرج، هو حل الفم وكيلهت. هو هذا هو شو شو كيلهت هو كيلهت، حيت مولف تيخرج من سبوتنيك لقى سبوتنيك مسدوده، الاناث هما جاوا الخوت، الاناث هما دازوا كيف لاحظتوا. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين ونتمنى الخير والتيسير لنا ولغيرنا باذن الله، والله المستعان. والحمد لله الامور طيبه لحد الساعه، والله عز وجل هو اللي كيرزق الخوت، والله عز وجل هو اللي كيخلف. يعني اي حاجه ما تقلقوش بان شي حاجه ضاعت، ربي ما كيضيعش، اجر المحسنين من احسن عملا. الله عز وجل والله الذي ربى سوى ما كيضيع ربي شي حد، هذا ما كان. يعني راه الحمام ضاع لينا، واللي ما كنقولوش ضاع، لان هذه هي سنه الحياه. راه الحولي ملي كنشريوه كندبحوه، راه البقره ملي كنشريوها كندبحوها، راه الجمل ملي كنشريوه كندبحوه، هذا ما كان. يعني راه الله عز وجل عارفنا وعارفنا شنو كنديروا، ويا ربي تسمح لينا كاع الا درنا شي حاجه ماشي هي هذيك، نتمناو الخير والتيسير يا ربي امين. يلا الخوت تحياتي لكم، وتحيه لخويا عمر، خونا جهاد، خونا وصبر هنا، خونا صبر هنا، خونا مصطفى الاص مبروك عليك، ولاني ما صدقاتش لك الديكلاراسيون خونا مصطفى الاص، انما ماشي مشكل كيف قلنا ماشي مشكل، خطره اخرى لان جا لقى الحمام عنده هابط وما خدمش كونستاتور. وما ننساوش خونا يونس ميروش تحياتي ليك، خونا سفيان سليم، خونا عزيز فضلي، خونا عبد اللطيف فرنسا، خونا بوشعرا، خونا علي الفرات. علي الفرات كنت تقولي علي الفرات ياك، تحيه لك عمي علي الفرات. خونا عمر الله يرحم لكم الوالدين، خونا وحيد، وخونا محمد، خونا مصطفى الهوري، خونا مصطفى فهيم، والابطال ديال السلويه محمد من الصويره، الخوت كاع اللي كيبغيونا الله يرحم لهم الوالدين. ونتمنوا نتلاقاو شي فيديو، سمحوا لنا الخوت بان الاوديوات راه باقين عندي بزاف ديال الاوديوات ما قريتهمش، راه تكدسوا عليا الله يرحم لكم الوالدين. الا جينا نشوفوا راه عندي عندي بزاف ديال لي زوديو، مازال غادي نقرا لي زوديو ديال الناس ديال الموالع باذن الله. يلا تحياتي لكم والى فيديو قادم بحول الله. مازال غادي نتولعوا الخوت ان شاء الله في الذكور في الزغاليل ديالهم، يعني راني قسمت الزغاليل هنا وهنا ان شاء الله باذن الله. يلا والله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، والى فيديو قادم بحول الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذاك الخلوي الخوت باغي يهبط، انتم شوف 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 ها هو، شتي هذاك الخلوي اللي قلت لكم خلوه كيشوف الحمام تياكل هنا، هو باغي يهبط. انا نقلب الشاشه باش نشدوا لكم مزيان، نقلب لكم الشاشه ليه الخوت غادي نجري عليها. بابا شو هو هذا، هو هذا اللي قلنا خلوي، هو هذا شو كيدير، شوف كيشوف الحمام تياكل، شوف مسكين بقى فيه الجوع. بابا شوف شوف دخل زيد، طيح 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 بحال شي بوعميره بغى يشد شي فرخ شي قفزه، انت شوف فيه الجوع مسكين، فيه الجوع باغي يدخل. وانما بحال هذا ما تدخلوش الخوت، لانه اصلا خلوي اش غادير به، ما شدينا حتى حمامه كتكون صحيحه، غادي تشد هذه حمامه مريضه. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، ونتمنوا الخير والتيسير، هذا ما كان، والى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والله يرحم الوالدين الخوت، الله يحفظكم. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.